النتيجة الوحيدة اللي طلعت منها بس من الفيلم ده ان وانا خارج من السينما كان قدامي واحدة ست عجوزة، وطبعا كنا مكسوفين كلنا ان احنا نعديها، فكانت ماشية على مهلها جدا عقبال ما تخرج. انا كنت بفكر اني اقصتها بعد ما شفت بالظبط اللي حصل في الفيلم. يعني انا لو دلوقتي لو كلتها مقص ايه اللي هيحصل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحنا بنتناقش في الفيلمين اللي ممكن نحب نتناقش فيه في الحرق شوية، هو لو حبينا نتطرق للمعاني والرمزيات بتاعت فيلم The Substance، وحتى دي شايف انها مش ضرورية، لان The Substance وعلى الرغم من انه يلقب ويصنف كفيلم فني، ولكن ما هوش غامض لهذه الدرجة. هو عموما فعلا من المفاجئ ان في كونترست ما بين الفيلمين في بعض الامور، منها ان زي ما قلت كده في البداية انا معجب جدا باسم فيلم The Substance، شايف ان هو فيلم ذكي وفيه دبل مينينج حلو جدا، وهو مستاء جدا من عنوان فيلم The Venom The Last Dance، ان هو بيحاول يركب على نجاح المسلسل الوثائقي بتاع NBA اللي هو The Last Dance، انك بتحاول تبتز تعاطف الناس من ان دي الختامية بتاعت الثلاثية، فدوت يدي اقبال شوية لان احنا نودع الشخصية ونودع توم هاردي من عالم مارفل ولا عالم السبايدر فيرس او ايا كان اللي احنا هنسميه، وهو في الاخر برضو حاجات ما اعتقدش انها جابت نتيجة خالص. يعني اللي كان ناوي يروح راح، ولما كانش ناوي يروح مش هيروح، لان درجة الارتباط بالشخصية مجرد ارتقت لمرحلة الفضول شوية في الجزء الاولاني وانتهت تماما بعد الموضوع ده. اللي دخلوا بعد كده هم اللويال فانز، واللي بيتكلموا على الفيلم هم اللويال فانز، ولكن ان الفيلم يبقى جاذب لجمهور خارج الاطار بتاعه يبقوا عايزين يتفرجوا ويعرفوا او حبوا الفيلم لما شافوا الفيلم الاولاني وبقوا مرتبطين اكتر بالسلسلة وعاوزين يعرفوا ايه اللي هيحصل بعد كده، اعتقد ان ده كلام مستبعد جدا. يعني انا انطباعي على ان هو مش اسوأ فيلم في السلسلة، يعني انا في رايي الشخصي الفيلم الاولاني كان عنده بعض الوعود، يعني قدم لحاجات اتصور ان هم لو كانوا اشتغلوا عليها بشكل كويس كانت السلسله ديت ممكن تنطلق للامام بشكل افضل من كده. الجزء الثاني جزء كسلان وسيء بكل المقاييس، ما عجبنيش خالص. الجزء الثالث ارحم شويه من الجزء الثاني، لا يرتقي للاحلام والامال اللي كانت عندي لما شفت الجزء الاولاني. ما اقدرش اقول عليه ان انا انبسطت منه، بس برضه في نفس الوقت مش قادر اقول عليه فيلم وحش. يعني بعد ما شفت الجزء الثاني، لا احنا في الجزء الثالث اتحركنا شويه لقدام. فينوم ذا لاست دانس الاحداث بتاعته بتنطلق من نفس النقطه اللي سيبنا فيها فينوم كارنج الجزء الثاني، بان ايدي بروك واتحاده مع فينوم الشخصيه الجديده بتاعتنا ديت اصبحت متهمه بجريمه قتل للمحقق اللي كان موجود معانا في الجزء الثاني، واصبح هارب من العداله وبيحاول ان هو يرجع تاني وعنده خطته لتبرئه اسمه. ولكن في نفس الوقت في حاجه حصلت في بعد اخر، في البعد بتاع العالم بتاع فينوم والباراسايتس ديت او الحاجات دي، بان الشخصية اللي صنعتهم اسمها النول شخصية شريرة سوبر فيلن حبيس، والسبيل لتحريره هو انه يحصل على حاجة اسمها الكودكس. ايه هي الكودكس ديت؟ الكودكس ديت يا جماعة اللي هي بتشغل الفيديوهات الاي اي الاي في اي، حتى الاسم فيه كمية كسل مش معقولة. يعني المهم ان الكودكس ديت بتنتج من اتحاد البارازايت دوت بالبني ادمين لما تحصل حاجة معينة مش عايز احرقها يعني، والحاجة ديت تواجدت في ايدي بروك وفينوم، وبناء عليه اصبحوا مطاردين سواء من العدالة على الحياة الطبيعية الأرضية اللي احنا عايشين فيها أو على المستوى السوبر والخارق للطبيعة من خلال نال وأتباعه اللي هو باعت برضو شخصيات كده شريرة يعني بتطردهم علشان تجيب له الكودكس عشان يعرف يشغل الفيديوهات اللي هو نفسه فيها. فيا ترى إيه اللي هيحصل؟ ويا ترى في أي حد مهتم يعرف إيه اللي هيحصل ولا لأ؟ انا مش عارف الافلام اللي بتتعمل من سوني علشان موضوع السبايدر فيرس دوت، هم حقيقي شايفين بوتنشال رهيب في ان هم يفضلوا محتفظين بحقوق الشخصيات بان هم يفضلوا يعملوا بيها اي افلام وخلاص بمنتهى الكسل ومنتهى البجاحه حتى في تسميه المشاريع او في اختيار القصص بتاعتها او الحبكات بتاعتها لمجرد ان العجله تفضل دايره وان الشخصيات تفضل مملوكه ليها. هو الموضوع بجد على مستوى القيمه يصل للدرجه دي؟ طب لو يصل للدرجه دي ما ينفعش نستثمر فيه شويه صغيره ونعمل افلام مقبوله كويسه حتى؟ لان كل الافلام اللي طلعت من العالم ده من محاولة استثمار الشخصيات بتاعت عالم سبايدر مان داخل الكون اللي هم متحكمين فيه طلع منها افلام ايه كويسة يا جماعة؟ تقريبا ولا فيلم. ايه المانع ان احنا نعمل افلام كويسة؟ يعني هو الفلوس بتنتج من انك تعمل افلام وحشة متعمدا؟ ده اكتر حاجة مستفزة يا جماعة في فينوم ذا لاست دانس، ان الحبكة بتاعته بكل ابعادها فعلا مستفز، يعني تضايق، تحس ان انت على وشك انك تشعر بالغضب وانت بتتفرج، ان المشهد الافتتاحي بتاعك يكون سوبر
فيلن بدون اي مقدمات نازل عليك بالبراشوت قاعد في وسط وحوش معموله بالسي جي اي بيحكي حدوته فيما يشبه الاكسبوزيشن الفقيره جدا والكسلانه جدا. انا بقيت حبيس والسبيل الوحيد لتحريري هو ان حد يجيب لي كودكس عشان اشغل الفيديو اللي انا ضربه من على الانترنت، والكودكس دوت موجود في الحته الفلانيه، اذهبوا يا اولادي واحصلوا لي على المعرفش. ايه التخلف ده اللي هي الخلطه المارفليه اللي مارفل شخصيا خجلوا من ان هم يعملوها من ايام لما ما كانش في اي حد عملها قبل كده، وبعد كده تنزل على الارض. اثبتنا بالدليل، وانا اسف لهذا الموضوع لان انا كنت من محبي توم هاردي، انا اقصد ان انا كنت من محبي توم هاردي ومن المؤمنين جدا بفلسفته واختياراته وان هو عنده حاجة بيشوفها في كل دور، انه على ما يبدو مصدق نفسه اكتر من اللازم على كلام فاضي. هو طول ما بيدوله بيرموله الكحكاية بتاعت انت وفينم وبتلعب الصوت بتاع ده وتقعد تطبق فيه امكانياتك في الاحبال الصوتية، وبعدين ايدي بروك اللي مش طايق الشخصية ديت وفي تنافر ما بين الاثنين، واخلق الكوميديا بتاعتك واعمل اداء حركي معرفش ماله زي ما تكون مجبر عليه. هو فرحان قوي بان هو بيجرب الحاجات دي، طول ما بيرموله منها هو بيوافق على اي حاجة. يعني في فنانين كتير وممثلين كتير في السينما الامريكية بنصنفهم كناس جد شويتين، فلو دخلوا في عالم السوبر هيروز واليونيفيرسز والكلام ده عندهم متطلبات معينة. انا اسف ان الاختبار ده هو اللي كشف ان توم هاردي بوصلت اختياراته بشكل عام مشوهة، وانه على ما يبدو كمان مخه على قده. حتى لو كان عنده الامكانيات التمثيليه والامكانيات التجسيديه وهو طبقها جوه الفيلم واضحه جدا طبعا بكل تاكيد، بس يعني من الواضح ان مخه على قده فعلا. الراجل بنصنفه زي ما يكون نجم صف اول وليه قاعده جماهيريه هايله جدا، ولكن اختياراته شكلها عامل ازاي؟ فيلمين واقعين وفيلم قايم، الدنيا عنده مترنحه وضايعه الى حد كبير. الفيلم في البدايه بتاعته بياخد السكه بتاعه الروت تريب، اتطبق فيها بعض الافكار اللي دمها خفيف، منها فكره محروقه في التريلر بتاعه ان فينوم يستولى على حصان ونشوف النسخه ديت من حصان، وبعد كده طبقوها في مراحل اخرى من المطاردات، وكنت حاسس ان دي برضو مساحه فيها افكار كتير لو طبقتها اكتر من كده ممكن يطلع منها حاجات كويسه. بس هو راح قايل لك زي ما عمل بعد الجزء الاولاني بالظبط، اللي هو رمى في وشك شوف انا اقدر اعمل ايه، مش هعمله بقى، انا هشتغل على افكار محلوبة كسلانة ما فيهاش اي شيء مسلي. جماعة انا اتفرجت على الفيلم امتى؟ اتفرجت على الفيلم قبل ما سافر على طول، كان يوم الاربعاء اللي فات تقريبا، يعني لسه ما عداش اسبوع عليه. انا عشان افتكر احداثه اضطريت ان انا افتح الصفحة بتاعته واقرا البريمس مرة اخرى واقرا البلوت مرة اخرى، انا ناسيه تماما. يعني اللي هو يا صحيح والله. بعدين لما جيبي يقول لك ان في كيان شرير بيطرد، ده كان مين ده؟ كان شكله ايه؟ والله عصلكت بتاع 30 40 ثانية وعالم معلم كده، ده ايه اللي كان بيجري وراهم؟ ايه اللي طردهم؟ وايه الحرب اللي إيه الاكشن اللي كان بيحصل كل شوية كان بيحصل على انهي مستوى؟ تعبت ذهنيا علشان افكر في الموضوع ده. فحتى الكيان الشرير بتاعنا اللي هو التهديد الحقيقي، بعيدا عن التهديد القائم على سوء التفاهم او تضارب المصالح، ان احنا في عندنا شخصيه بتشكل الاتجاه العلمي وشخصيه بتشكل الاتجاه العسكري، اللي طبعا متضاربين شويه في نظرتهم للظاهره بتاعه فينوم او اتحاد ايدي بروك مع البارازايت اللي هو متحد معاه قديم. يعني حتى دوت شخصيا شفناه كتير قوي في الافلام بتاعه مارفل في تيمز مختلفه جدا. وبعدين مستغرب جدا في الكاستنج، لان الشيوت ايجو 4 موجود في الفيلم، ولا انا فاهمه ان هو موجود في المارفل سينماتيك يونيفرس، وبعد كده ريس ايفنز موجود في الفيلم وهو اصلا موجود في السبايدر فيرس، فاللي هو يعني هم دول اللي كانوا فاضيين من الاخر، فرحت جايبهم عامل بيهم تضارب وخلاص. وحتى الشخصيات ديت اللي هي في بينها وبين بعض حته سوء التفاهم للنوايا بتاعت ايدي بروك، وهل هو شخصيه طيبه ولا شخصيه شريره، هل هو كيان مهدد ولا هو حاجه المفروض نحتضنها، عاوز يساعدنا ولا عاوز ياذينا، كلام مسلوق ونص سوى وما تمش التعامل معاه باي درجه من درجات الجديه، ويصعبوا عليك الاثنين. يعني انت تحس ان شيوت ايجو 4 وريس ايفنز داخلين الموضوع دوت علشان الشيك. ريس ايفنز دوت المفروض انه كان وصل لنقطه بقى مع هاوس اوف ذا دراجون سيزون 1 انه خلاص نجم بقى ممثل قدير، يعني طالع في الفيلم دوت عامل دور من اعجب واعبط ما يمكن، وكل التقلبات بتاعت المطاردات اللي بتحصل جوه الفيلم. يعني الناس اللي شافت الفيلم يا جماعه انتوا عارفين في الاخر اللي ادى للمواجهه الاخيره، ان الشخصيات الشريره ديت الكيانات المتوحشه دي تعرف في الاخر تخش في مواجهه معانا. فاكرين داخل احداث الفيلم ايه اللي وصلنا للنقطه دي؟ يعني مش عايز احرق، بس هو يعني احنا قلنا ان هما بيقدروا يهربوا بيقدروا يختفوا، ولكن في نقاط معينة بيجبروا على انهم يظهروا او يتم اكتشافهم، ففي حاجة حصلت خلت الاكتشافهم ممكن. فاكرين ايه الحاجة دي؟ لان انا نسيتها بعد ما شفت الفيلم اول مرة، ولما جيت افتكرها ايه التخلف ده؟ يعني حتى مش عارف تلاقي دافع علشان نوصل من النقطة ديت للاكتشاف ده عشان نتفرج على اللي حصل في الاخر. شخصية ميشيل ويليامز، شخصية خطيبة ايدي بروك، اللي كانت دافع مهم جدا في الاحداث بتاعت الفيلم الاولاني، وشخصية كانت
محسوسة وعاملة تباين شوية، عاملة له دافع عاطفي في كل التصرفات بتاعته، مش موجودة خالص في الفيلم. الحمد لله الحمد لله، انت على ما يبدو لسه في ناس بتعقل، على ما يبدو ان ميشيل ويليامز عقلت وقالت لا انا مش هستمر في المهزلة ديت اكتر من كده. فالحاجات الكويسة اللي اتقدمت جوه الفيلم قليلة جدا جدا جدا، ورغم ان انت ادركتها يعني وصلت لها، بتحاول تطلع لي لسانك جوه الفيلم وبتقول لي انا مش هستخدمها اكتر من كده، انا هوري لك بس ايه اللي كان ممكن يتعمل من الكلام دوت، لكن انا مش هعمله. الروت تريب بتاعتنا تحس ان هي متاثره شويه بالافلام بتاعه وولفرين، خصوصا فكره الاتحاد مع العائله الطيبه اللي بيساعدوا بعض وبيعملوا ما اعرفش مين، برضو فكره مش اصليه على الاطلاق. الفيلن مارفلاوي بكل كفاءه، شخصيات سوء التفاهم ثوريه بكل كفاءه. اللي بينقذ الفيلم الى حد كبير في رايي الشخصي هي المواجهه الاخيره، الشو داون، ذا لاست دانس زي ما هما بيقولوا. ده اتعمل حلو، المؤثرات المستخدمه فيه كويسه، والافكار اللي تم تطبيقها فيه كويسه جدا كمان، مش بس كويس. لغايه لما وصلنا لكلمه النهايه اللي اعتقد ان كل الناس كانت راضيه جدا عنها، مش لانها حلوه او وحشه، ولكن لانها فعلا كلمه النهايه. واتمنى ما حدش يتجنن ويرجع في رايه ويقول لك انا عاوز ارجع تاني اجدد السلسله دي ولا اعمل بيها اي حاجه ولا استخدم منها اي شخصيه، رغم ان الشخصيه بتاعت نال دوت اللي عامل ادائها صوتي اندي سيركس، فده يديك انطباع ان هم كرسمين لها مستقبل ما. اتمنى ان هم يصرفوا نظر عن الفكره دي تماما. على مستوى التقييم، فينوم ذا لاست دانس 5.5 من 10، دي اقصى حاجه ممكن اكرمه بيها يعني. The Substance عشان تعرفوا حكايته معايا عامل ازاي، هو The Substance اتعرض عرضه الاول في مهرجان كان، وانا كنت موجود في مهرجان كان وحجزته وكنت المفروض هدخله، ولكن في اخر لحظه حصل تضارب ما بينه وما بين عرض تاني وانا بديت العرض التاني. الكلام ده كله موجود في الفلوج، مش فاكر بالظبط كان ايه يعني، بس المهم الناس اللي راحت اتفرجت على The Substance بقى من اصدقائنا النقاد اللي موجودين هناك جم وحذروني، لان هم عارفين ان انا ما بستحملش الجور، انا ما بستحملش القرف اللي هي المشاهد المقرفه الزياده، مش دمويه مش عنيفه، مقرفه. انا مشكلتي مع الموضوع ده، وهو بمنتهى البساطه طيب يا عم لما يكون اجمد فيلم في العالم بس مقرف مش عايز اتفرج عليه، خلصنا يعني. وظنا مني من ساعتها بان الفيلم دوت يعني ايه، هو حدوده كده المهرجان، هيفضل داخل اروقه المهرجان ومش هيتعرف براه اصلا. وبعد كده لما الناس قالوا لي بس هو على الرغم من كونه فيلم مقرف هو فيلم حلو، رحت حجزته تاني، وبعدين حصل تضارب تاني مع فيلم تاني ورحت مدي الاولويه للفيلم التاني، وبعدين حجزته تالت، وبعد كده حصلت حادثه في المواصلات، مش حادثه حادثه يعني، حصلت لخبطه في المواصلات، انا عملت لخبطه في المواصلات، عملت غلطه في المواصلات، فلقيت نفسي ماشي عكس الاتجاه فرحت مغيره بفيلم تاني، فجات لي 3 فرص ان اتفرج عليه وما اتفرجتش عليه. وبعد كده مؤخرا على ما يبدو الفيلم اكتسب شعبيه كبيره جدا، وناس كتير اتفرجت عليه وناس كتير سالتني عليه، وانا كنت في رحله قصيره في برشلونه، واثناء ما انا بتمشى في الشوارع اذ افوجئ بان الفيلم موجود في السينما قدامه ساعتين على العرض بتاعه، ورحت داخل. اول حاجه، الفيلم ممكن يصل لمرحله الذكاء الشديد اللي ممكن ترتقي لمرحله العبقريه في عدد من العناصر. العنصر الاول هو تسميته، هو اسمه ذا سبستنس، واحنا عارفين ان كلمه سبستنس باللغه الانجليزيه ليها معنيين، معنى الخاص بالعقار او الماده اللي هما يعني اللي الفيلم بيدور عنها، لان في عقار مهم او في تجربه مهمه الاحداث الفيلم بتدور عليها تعتبر هي المحور بتاع الحبكه، وفي نفس الوقت معناها الاخر هو الجوهر، لما يجي يقول لك ان سيبك من شكل الراجل ركز على السبستنس بتاعه. فالدبل مينينج ذكي جدا، معنى المزدوج ذكي جدا وعجبني جدا. المشهد الافتتاحي بتاع الفيلم عبقري، يعني يرتقي لمرحله الفيلم القصير الجيد لو اتعرض بشكل منفصل كده، واتمنى ان يبقى في فرصه بعد ما الفيلم خلاص يتم استهلاكه ويبقى اتفرجوا عليه بشكل بقدر كافي ان الناس تفصل المشهد اللي في الاول دوت بكل العبر اللي بتطلع منه، وهو مشهد ما ظهرش فيه اي ممثلين بس ذكي جدا، والرابطه بتاعته بمشهد النهايه في الاخر خالص برضه تتسم بدرجه ذكاء كبيره جدا. النقطه الثانيه اللي انا عجباني جدا وعجبتني جدا في الفيلم هو ان الفيلم على مستوى الحدوته، على مستوى عنصر الحكي، يعتمد على محركات من اذكى ما يمكن ومن اقدم ما يمكن، محركات حواديت بتاعه الجدود اللي بيحكوها لاحفادهم. يعني انا جدتي الله يرحمها كانت بتحكي لي حكاوي قايمه على فكره الحبكه بتاعه فيلم ذا سبستنس دوت بشكل او اخر، بصرف النظر عن كل القرف وبصرف النظر عن كل العري اللي موجود في الفيلم. اكيد جدتي ما كانتش بتحكي لي حاجات زي كده، بس كانت دايما الحكايه بتاعه الساحره الشريره اللي قابلت حد وعرضت عليه صفقه، ولكن في شرط، الشرط ده هو انك تكتفي بمعرفش مين، او انك ما تعديش المعرفش ايه. وطبعا انا بقيت فاهم من زمان جدا ان اي حاجه في الدنيا فيها شرط ان الشرط ده هيتم
اختراقه، وانت بتتفرج على الفيلم كله عشان تعرف الشرط دوت لما يتم اختراقه ايه اللي هيحصل. احنا بنتكلم على القالب او العمود الفقري بتاع حدوتة سندريلا يا جماعة. انا هديكي عربية وهخليكي اميرة وتروحي الرقص وتقابلي الامير، ولكن لازم ترجعي قبل الساعة 2:30 علشان القهوة بتقفل وبيبقى لست اورد. تدوي ده ناسي كانت الساعة كام في قصة سندريلا؟ كانت 12 يعني. وبرضو يعني في قصة سندريلا انت قاعد مستني اللحظة اللي هيتم فيها اختراق هذه القاعدة عشان تعرف ايه اللي هيحصل. ايه بقى القاعدة بتاعتنا دي؟ هو عموما الشخصية المحورية بتاعتنا ممثلة مشهورة جدا، كان ليها مجد كبير قوي في سنها الصغير، وبعد كده كبرت جدا في السن وما عادش فاضل عندها من المقومات الشهرة بتاعتها الا برنامج فيتنس بتطلع تعمل فيه شوية تمارين. البرنامج ده شخصيا بيقرر ان هو يتمرد عليها وهي بتسمع هذا الخبر، لانه بيدور على بنت تانية اصغر واجمل وعندها جاذبية اكتر، بتبقى جذابة اكتر بالنسبة للجمهور. في نفس الوقت دوت بتتعرض لحاجة، حاسس ان الحاجة ديت محروقة، حابة تتصدموا بيها وانتوا بتتفرجوا، بتوصلها لحد دوت بيقدم لها عرض. العرض دوت هو عبارة عن عقار، العقار دوت هيخليها تستعيد شبابها مرة اخرى، هيخلق منها نسخة تانية افضل على جميع المستويات وبنت شابة جميلة جذابة في كل حاجة في الدنيا، ولكن هي نفس الشخص، يعني نفس الروح. الشرط الوحيد اللي موجود عندنا بعد التجربة ديت ان انتوا دايما تفضلوا فاكرين ان انتوا شخص واحد، وان ما ينفعش الروح تسيطر على جسم من الاثنين لفترة اكتر من اسبوع. يعني انت عندك اسبوع واحد بس، وبعد الاسبوع دوت لازم يتم التبديل. طبعا زي ما بقول لكم في قلب القصة اللي احنا عارفينه، احنا عارفين كويس قوي ان هيحصل اختراق، واحنا قاعدين مستنيين نشوف الاختراق دوت نتائجه هتكون عاملة ازاي. على مستوى التأملات بتاعت الفيلم، طبعا واضح جدا من الحدوتة، واضح جدا من البريمس، من مقدمات القصة، ان احنا بنتكلم على مفهوم الشهرة، مفهوم الشباب، مفهوم الجمال، مفهوم الجماهيرية، مفهوم الجاذبية بتاعت الجمهور لكل ما هو صغير وكل ما هو جميل وكل ما هو حلو، والمقاييس ديت بتتقاس ازاي. ولو في جهات في النص اللي هي الاعلام او السينما او الجلامر او البهرجة ديت بيتلعبوا بالحاجات دي ازاي، وامتى الهدف بتاعهم او الشخصية بتاعتهم بتبقى في اقصى درجات النجومية، وامتى بتوصل لدرجة التخلي او اعادة التدوير بشكل او باخر او الاستغناء بشكل عام، الانتقال السريع جدا من درجة الاضواء لدرجة الخفوت بشكل كامل. الحتة دي طيف واسع جدا، يعني وانت بتتفرج تلاقي نفسك ميال لرسالة معينة او حكمة معينة او فكرة معينة الفيلم بيحاول ان هو يوصلها لك. انا ما اعتقدش ان الفيلم كان عنده رسالة على الاطلاق، وده شيء بيجتمع فيه الفيلم مع كل فيلم كويس او حلو او ليه قيمة، في حتة ان هو بيقدم الفكرة، بيقدم التأمل. في الاخر هو ما عندوش رسالة، ما بيقولكش وبناء عليه خد بالك من كذا او ما تاخدش بالك من كذا، هو بيطرح العالم ده وبمنظور، يعني سبحان الله صدق او لا تصدق، منظور ساخر. ودي نقطة ناس كتير اغفلت ان هي تقولها لي وهي بتشرح لي فيلم ذا سبستنس، لان هو على مستوى الحدوتة زي ما بنتكلم بيستخدم الموتيفة او القالب او العمود الفقري للحواديت الكلاسيكية من فجر التاريخ، واكتر حاجة جذابة فيها على الاطلاق على مستوى الفكرة او العالم اللي هو بيدور بيه او القضية اللي هو بيناقشها او الحاجة اللي بيتأمل فيها، وبيتكلم على منظور الشهرة والجمال والشباب والسن والتألق والخفوت والامور دي كلها. النقطة اللي كل الناس اغفلت انها تقولها لي ان هو فيلم ساخر، ان الكلام دوت في اوقات كتير بيتم التعامل معه بدرجة معقولة من الجدية، ولكن في اوقات كتيرة جدا بنوصل لدرجة متفجرة من الهزل، والهزل ده دايما بيتصادف مع تفجر المحتوى المقرف. وهو الفيلم فعلا يعني تحدى بطني في بعض الاحيان، يعني في بعض المشاهد وخصوصا في التلت الاخير منه، لا يعني اللي هو ابتديت اعمل كده، ابتديت اغمض عيني، لان انا كمان بقيت متوقع انت هتعمل ايه في المرحله اللي بعد كده. ودي درجه الاستفزاز اللي الفيلم بيحاول يوصلها للمشاهد، وهي شيء معتاد برضو. يعني هو نفس التفكير بتاع استخدام الرعب والدم والعنف الشديد والدمويه الشديده في افلام ترنتينو مثلا. فهو ده الاسلوب اللي هو اتقدم من خلاله، ان انا هستفزك جدا على مستوى المحتوى الجريء، واتصور ان ده كان مطلوب جدا واحنا بنتكلم او بنغوص في الاحاسيس بتاعت الشخصيات دي، في ان الجمال، ما هي مقاومات الجمال، ايه هو اللي خلى الست الكبيره ديت او الممثله الكبيره ديت تبتدي تشعر بان هي فقدت الامل في كل شيء وتقبل صفقه زي دي، صفقه قاسيه جدا زي دي. فانت لازم تخش شويه جوه التفاصيل بتاعتها. واحنا بنتكلم على فيلم في مهرجان كان، يعني هو واضح جدا ان هو فيلم فني ما عندوش اي طموح تجاري على الاطلاق، وبناء عليه خدوا راحتهم جدا على مستوى المحتوى الجريء، واحنا بنتكلم على مستوى على محتوى جريء على مستوى العري فقط. على فكره
الفيلم ممكن يكون صادم جدا على مستوى المحتوى العاري اللي موجود فيه، ولكن على مستوى المحتوى الجنسي متحفز جدا. هو في بعض المشاهد الجنسيه متحفزه الى اقصى درجه، عشان واتصور ان صناعه الفيلم بتحاول تبعت من دوت رساله معينه. انا مش جايه استفز غرائز، انا عاوز اوصل الفكره اللي انا عاوز اوصلها، عاوز استفزك بالقرف وبالعنف وبالدمويه، وخصوصا في الفقره الاخيره واللي فيها بتحكم كل حاجه في الدنيا. والفقره الاخيره ديت هي او الفصل الاخير هو اللي بيشكل مشكلتي الكبرى مع الفيلم بشكل عام، ولكن انا مش جايه استفز غرائز، مش جايه اتكلم على مواضيع جنسيه او حاجه بالطريقه دي. طبعا الموضوع دوت قابل للاختلاف. الفصل الاخير بقى، يعني هي بعد ما نصبت اركان المحكمه بتاعتها، لان الفكره بتاعتها بقت مكتمله الاركان، وده عجبني بشكل كبير جدا. يعني احنا بقينا ممكن نتكلم على اي حاجه ونطلع كلنا صح. يعني انا ممكن اقول لك ان الفيلم في وجهه نظري عباره عن التباين ما بين التالق والشهره وما بين خفوت النجم والنسيان. واحد تاني يقول لي لا ده ما بين الجمال وما بين القبح، واحد يقول لي لا ده ما بين الصبا وما بين العجز، واحد يقول لي لا ده ما ده صوره لشكل الاعلام وهو بيستهلك الشخصيات وياكلهم لحم ويرميهم عضم. انا في رايي شخصي كل الكلام ده صح. صناعه الفيلم كانت ممكن تحد البوصله ديت شويتين بانها في الفصل الاخير تختار نقطه معينه وتنهي عندها الفيلم، ولكن الفيلم بتاعنا فضل يسحب ويسحب ويسحب ومش عاوز يخلص. انا قلت على تويتر تعليق والفيلم شغال يا ربي، زي بالظبط ما بقولك احنا نصبنا المحكمه بتاعتنا وبعدين لقينا ان الجميع متهم لا استثني منهم احدا، فقررت ان انا اولع في الكل، اني احاكم الاعلام واحاكم المنتجين الجشعين واحاكم المعلنين واحاكم المشاهير واحاكم البنات الصغيره واحاكم البنات الكبيره واحاكم ما اعرفش مين. وطبعا وصلنا في الاخر للسيناريو، يعني انا احسب له ان هو بيحسب بشكل جامد جدا على النقطه الهزليه، ولكن صادم جدا وخصوصا في لحظته الاولى او في فقراته الاولى. وفي النهايه قبلت بحد الى درجه كبيره ان احنا في الاخر نتوحد مع مشهد البدايه بتاعتنا فنقفل السيركل بتاعتنا. على مستوى الاداءات، الفيلم بتاع الست الكبيره النجمه الكبيره اللي جسدتها ديمي مور والمقابل بتاعها الصغير اللي هي مارجريت كوالي، ومارجريت كوالي ديت هتاكل الدنيا كلها على ما يبدو. انا مش شايف ان الفيلم فيه اداء متفرد، يعني تحس انك بتقف قدامه متاملا، ولو في يعني لازم اختار واحده من الاثنين هختار ديمي مور بكل تاكيد، وينسب لها قدر كبير من الشجاعه في ان هي بتقدم شخصيه بتتناسب مع حقيقتها، مع كاريرها نفسه، مع مشوارها هي شخصيا، بيتشابه الى حد كبير مع الشخصيه اللي هي قدمتها، واتمنى ان يكون عندها الادراك الكامل انها ما تكونش بتفكر زي الشخصيه اللي موجوده هناك. فكرتني شويه بمايكل كيتن لما عمل بيردمان، لانها برده كانت شخصيه بترسم مستقبله هو شخصيا ومسيرته هو شخصيا وكاريره هو شخصيا، وده شيء طبعا يعني يستحق انك تقف قدامه وتصفه بالشجاعه بصرف النظر عما كنت هتحترمه او لا تحترمه. بس انا بقول ان ده فيلم مش بتاع اداءات تمثيليه قوي، مش هو دوت اللي اتوقف عنه، ده فيلم سيناريو وفيلم اخراج. الفيلم اخراجيا بديع. اتفرج على الباكجينج بتاع عمليه التحول، العلبه نفسها اللي هم بيطلعوا منها العقار، وطريقه التعاطي بتاعه وطريقه التحول بتمشي ازاي، وبننتقل من الشخصيه ديت للشخصيه ديت ازاي. اتفرج على طريقه الفوكس على انهي نقطة بالظبط انا هركز عليها في كل مرحلة عشان انقل لك التحول دوت وانقل لك الاحاسيس بتاعت الشخصيتين. فيلم سيناريو بكل تأكيد، فيلم اخراج بكل تأكيد. لا اتصور ولا اتوقع ان هو هيكون له نصيب كبير قوي في موسم الجوائز بسبب جرأته الشديدة وبسبب المحتوى المقرف اللي موجود فيه. وزي ما بقول لكم حتى على مستوى التجسيد انا ما احسبلوش نقط كبيرة قوي لدرجة ان هو يتواجد في موسم الجوائز، وان كنا لسه مش عارفين بوصلته عاملة ازاي بالظبط. مشكلتي مع الفيلم زي ما بنقول كتير من اوقات الفصل الاخير، ولكن بشكل عام فيلم حلو قوي قوي قوي، ولو حد حاول يستحمل شويه المحتوى المقرف بتاعه، او اديني بغشش لكم المعلومه اهو، المحتوى المقرف بتاعنا محتوى مقرف غير جاد، فبناء عليه افتكر ان كتير جدا من القصد بتاعه هو هزل. فبناء عليه انا الفيلم عجبني جدا، تقييمي ليه 8.5 من 10. واعتقد برضو من الظلم جدا ان احنا نحسب الفيلم على المنطق، لان الفيلم بعيد جدا، هو بيدور في حاجه سريل على جميع الاصعده، والفكره الاساسيه بتاعته زي ما بنقول ان هو بيفرض ساحه محكمه علشان يحاكم فكره ويحاكم شخصيات ويحاكم مفاهيم. المفاهيم قريبه جدا من الواقع وملموسه جدا، ولكن انك تقعد تحاسبه على المنطق بتاع الاحداث، يعني هو مجرد نفسه ومبرأ نفسه من الموضوع دوت بشكل واضح جدا من البدايه.